السلام عليكم. ازيكم؟ ايه الجديد في اوكرانيا وايه اللي بيحصل هناك؟ الحقيقه قبل ما اقول لك الجديد، خليني اقول لك ان الفيديو اللي جاي مهم جدا لينا احنا كمصريين. ايه اللي هيحصل في الاقتصاد بتاعنا؟ هل في اوضاع هتتغير؟ العيش ثمنه هيتغير ولا البنزين هيفضل زي ما هو؟ الكلام ده كله هقوله لك الفيديو الجاي، بس خلينا نبتدي من اخبار اوكرانيا عشان في اخبار خطيره جدا. من كام يوم كده جيت قلت لك حصل حادثتين غراب، وهي ان رومانيا طلعت طياره او مقاتله من طراز سوخوي 21، وانا جيت تسألت هو في دول بتشغل السوخوي 21 لحد دلوقتي؟ ما اعرفش. المهم السوخوي 21 الرومانيه دي فضلت تعمل مهمه مراقبه واختفت من على الرادار فجاه كده، الرومانيين مش لاقينها، قاموا مطلعين طياره هليكوبتر عشان تدور على الطياره دي وتدور على الطيار لو لسه عايش ينقذوه، الا ان الطياره اللي طلعت تنقذ الطياره ما لقوهاش هي كمان، يعني مش لاقينها. فدي حادثه انا جيت قلت لك ان اكيد وراها الروس، يعني ده حد ضرب الطيارتين دول، مفيش طيارتين بيقعوا ورا بعض، مش هنهزر. مش بس كده، حصلت بعديها بيوم حادثه تانيه، وهي ان 4 مقاتلات روسيه اخترقوا المجال الجوي للسويد. ما استدعى ان امريكا تتدخل وتبعت تعزيزات من طيارات F-35 للدول اللي بتطل على اوكرانيا، زي ليتوانيا، زي اكتر من دولة بعتوا لها طيارات واعداد كبيرة من F-35. موقع يورو ايجيا الشهير فجر لك مفاجأة كبيرة جدا من العيار الثقيل والثقيل جدا، قال لك في طيارة F-35 مش لاقينها من على الرادار، مش لاقينها في الرادار، ملهاش، زي الطيارة الرومانية بالظبط. الحقيقة ان امريكا بتقلب الدنيا دلوقتي، وعلى فكرة الخبر ده لسه نازل بقاله دقائق، بيقلبوا الدنيا دلوقتي على الطيارة الاف 35 ده. هل يورو ايجيا كذاب؟ معرفش، انا جيت قلت لك خبر اول ما نزل. خلاص الموقع ده مش تحت السلم، ده موقع كويس. نروح على الحرب وايه اللي بيحصل في الحرب. الحقيقة الفترة اللي فاتت دي اتقتل 3 جنرالات روس، يعني انا مش بكلمك على قادة عاديين، لا انا بكلمك على قادة رفيعي المستوى، جنرالز اتقتلوا، منهم جنرال في قوات الاستطلاع الروسي اتقتل. فالجنرالات دول يعني قلبوا الدنيا في الجيش الروسي، وعدد الضحايا في الجيش الروسي ابتدى يرتفع، لان احنا بنتكلم على حرب شوارع وبنتكلم على خسائر كتيرة جدا. بس الحقيقة ان موقع CNN قال لك النهاردة، يعني ابتداء من النهاردة، الساعات القادمة هتكون الاكثر دموية. هو ده موقع CNN بيتوقع كده، قال لك الاكثر دموية في الحرب بتاعت اوكرانيا دي. ليه؟ الروس تقريبا كده وصلوا لتحركاتهم او للمراكز بتاعتهم اللي هينطلقوا منها، وهتبتدي الفتره القادمه يعني حرب بقى ايه، تكسير عظام، لان الروس داخلين وداخلين بمعدلات قويه جدا. وعاوز اقول لك ان نيويورك تايم نشرت خرائط كانت قويه جدا، بتوري لك في الخرائط دي ايه، بتوري لك تحركات الجبهه الجنوبيه، وان الجبهه الجنوبيه ابتدت بالفعل تمنع كل المواني او اكتر من مينا، وخلاص داخلين على اوداسا اللي انا جيت قلت لك عليها امبارح، وهيبتدوا يحاصروا الجيش الاوكراني بشكل كبير. مش بس كده، نيويورك تايمز بثت خريطه لكييف بتوريك ان الحرب ابتدت تخش لداخل كييف، برغم ان الروس عندهم قافله ممتده ل 65 كيلومتر لسه واقفه خارج كييف، ولسه ما جالهاش الاوامر بالتحرك داخل العاصمه كييف، الا ان القتال ابتدى يشتعل على حدود كييف، بالذات في مدينه اسمها ايبار. ايبار دي اي حد عاوز يهرب من كييف بيروح المدينه دي او الحته دي يهرب منها، فالقتال اشتعل هناك. دي برضو خرائط لازم تبص عليها. نيويورك تايمز تفجر مفاجأة كبيرة وتقول لك هم ليه الروس عمالين يسيطروا على المفاعلات الذرية في اوكرانيا؟ ايه الغرض يعني؟ ليه امبارح كان حصل حادثة وحصلت حريقة في مفاعل نووي واتهموا روسيا بجرائم حرب والكلام ده كله؟ نيويورك تايمز تقول لك بص على الجراف ده او الرسم البياني ده، هتلاقي ان 54% من الطاقة اللي بيتم توليدها في اوكرانيا هي من مولدات الطاقة النووية، و 16% مصادر اخرى، و 30% من الفحم. خلاص ده اخر بيان. فالروس بيسيطروا على المواقع النووية او المفاعلات النووية اللي موجودة في اوكرانيا للسيطرة على مراكز الطاقة والكهرباء. طول ما هم معهم الكهرباء، طول ما هم هيسيطروا على المناطق اللي فيها قتال، يقطع عنه الكهرباء عشان يعرف يخش المنطقة دي. الحاجات دي حاجات قوية جدا، لان الروس ابتدوا بالفعل يسيطروا على مناطق كتيرة جدا داخل اوكرانيا، والايام اللي جاية دي هتكون فاصلة في الحرب، يعني خلاص الروس داخلين. بمناسبة التحركات الروسية، طلعت مجلة The Guardian او موقع The Guardian قال لك على فكرة اللاجئين الاوكرانيين وصل عددهم لمليون و300 الف. الرقم ده يفكرك بحاجة؟ يفكرك، دول اعداد اللاجئين السوريين اللي دخلوا اوروبا
مليون و300 ألف، نفس العدد جاي من أوكرانيا. على فكرة كان في نائب بولندي بس كان يعني راجل عنصري لأقصى درجة، قال لك إيه؟ قال لك بوتين ده لازم يوقف الحرب دلوقتي. ليه؟ قال لك طول عمرنا بنشوف الناس اللي هم الأفارقة، الناس اللي هم من الشرق الأوسط، اللي هم زينا احنا كعرب يعني، دول اللي بيموتوا ودول اللي بيحصل عندهم كوارث يعني. إنما ناس شعرها أصفر وعينيها زرقاء يموتوا، ده حاجة غير مقبولة تماما. ده احنا هنا في أوروبا، كلام عنصري يعني. فده بتتكلم على عدد 1,300,000 لاجئ، ده عدد كبير جدا، يخشوا بولندا ومدخلينهم معسكرات لاجئين. طلع موقع اسمه Airbnb. Airbnb ده موقع للرحلات. يعني ايه للرحلات؟ يعني مثلا انت رايح بلد مش عايز تنزل فندق، فتعمل ايه؟ تحجز سرير. تحجز سرير مش اوضه، ماشي؟ تحجز سرير، والسرير ده انت تنام فيه بقى. جاي حظك بقى السرير ده موجود في اوضه مشتركه، جاي حظك ان السرير ده موجود جوه اوضه، زي ما انت عاوز يعني. انت بتحجز اللي انت عاوزه من سرير لحد شقه. الموقع ده عرض 100,000 اوضه للاجئين الاوكرانيين. ازاي؟ قال لك والله الناس بتخش تحجز اوض، ماشي، وما بتروحش، هي بتوديها للاجئين الاوكرانيين، هم يخشوا ياخدوا الاوض دي. خلاص، نوع من انواع التبرع. بمناسبه التبرعات، عايز اقول لك ان اغلب الشركات الامريكيه خرجت بره روسيا، من ضمنهم باي بال اللي هو بتاع تحويل الفلوس ده، خرج بره روسيا تماما. بس الاعلام الغربي وقف عند حاجه مهمه جدا، قال لك ان ماكدونالدز وكل شركات الطعام ما خرجتش بره روسيا. الخبر ده برضو لازم تقف عنده، ان كل شركات الطعام او اللي هي فاست فود ما خرجتش بره روسيا ولسه مكمله جوه روسيا. ده خبر، وابرزهم ماكدونالدز. بالمناسبه هتيجي تقول لي على فكره الكلام ده كله عادي جدا، الاوكرانيين ما زالوا بيسيطروا على الوضع والاوكرانيين موجودين. عايز اقول لك ان زيلينسكي بيكلم نواب الكونجرس الامريكي عشان يحاول يقنعهم ان بولندا تبعت له مقاتلات الروسيه للجيش بتاعه. تاني عشان بس اقول لك الموضوع ده كان فيه جوزيف بورل مسؤول الامن في الاتحاد الاوروبي، طلع قال ايه؟ قال احنا هنبعت مقاتلات روسيه موجوده في بولندا، كانت بولندا اشتريتها من روسيا، خلاص، سوخوي 29 اس، هيبعتوها للجيش الاوكراني يحارب بيها الجيش الروسي. بولندا اخر لحظه كده قالت لك لا مش هنبعت، خافت، لان لو الطيارات دي دخلت ممكن الروس يقول لك دي حرب عالميه والكلام ده كله، فخافت. دلوقتي الرئيس زيلينسكي بيقول لك لا، بولندا انا عرفت اقنعها. اللي واقف في الموضوع امريكا. امريكا قالت لو الطيارات دي دخلت الروس هيستندوا على حاجه زي كده ويقول لك دي حرب عالميه. في حاجه بس عاوز اقولها لك، لا الغرب عاوز يحارب روسيا ولا روسيا عاوز تحارب الغرب، بس تبقى متوقن من كده. روسيا شايفه من وجهه نظرها انها مش عاوزه النيتو يكون على حدودها، فهتاخد اوكرانيا تحيدها او تبقى تحت سيطرتها، بحيث تضمن ان اوكرانيا دي ما يبقاش فيها سلاح او ما يبقاش فيها تواجد للنيتو باي شكل. انما غير كده بوتين مش عاوز يكمل على النيتو، او مش عاوز يخش على اي دوله فيها نيتو خالص، ولا النيتو نفسه عاوز يواجه بوتين، هو بيحاربه اقتصاديا فقط. فامريكا رفضت بعت المقاتلات دي لزيلينسكي او رئيس الوزراء الاوكراني. فرئيس الوزراء الاوكراني قام مكلم نواب الكونجرس برضو وقال لهم انجدوني واعملوا منطقه حظر طيران. يعني يا ريت حظر طيران، اعملوا حظر طيران، والمنطقه دي هتسيبوني ان انا اتعامل بريا مع الجيش الروسي، لان الجيش الروسي عنده تفوق جوي. انا جيت قلت لك طول ما زيلينسكي بيطلب حظر طيران، اعرف ان الراجل ده على الارض يعني اوضاعه صعب، وان مجرى معارك مش في صالحه تماما، فعشان كده بيطلب دعم لاغلاق المجال الجوي. برضو امريكا رافضه حاجه زي كده، واوروبا نفسها والنيتو نفسه رافض، قال لك عشان اغلق المجال الجوي انا مش هستخدم بس اسلحه دفاع جوي، ده انا هستخدم طيارات عشان احارب بيها الطيارات الروسيه، ولو الطيارات الاوروبيه دخلت الاجواء الاوكرانيه ده اعلان حرب. ما ينفعش، ده النيتو اللي بيقول. فزيلينسكي واقف. خد بالك الغرب بيحاول يصور لك ان زيلينسكي ده بطل ومنتصر لحد دلوقتي، والجيش الروسي عنده خسائر ضخمه جدا، والجيش الروسي بينهزم والكلام ده كله. هو الجيش الروسي عنده خسائر، بس هزايم دي لا، يعني الجيش الروسي ما انهزمش، عشان بس تبقى ايه الكلام واضح، بس عنده خسائر، عنده خسائر كتير جدا، بس ده طبيعي، كلام حرب شوارع وحرب، حرب لازم يبقى فيها خسائر. بس انا عاوز اقول لك ان الامريكان اللي عمالين يطلعوا ميديا بتاعتهم انها تاذي الروس او تبين ان الروس دول عمالين ينهزموا في اوكرانيا، هم نفسهم دلوقتي بيناقشوا خطه اسمها حكومه المنفى. حكومه المنفى، ايه حكومه المنفى دي؟ قال لك زيلينسكي ده احنا هنحط له خطه اجلاء، خطه طوارئ، ان لازم يجري بره اوكرانيا اول ما الروس يطبقوا عليه او يحاصروه. ليه؟ لان الراجل ده هيروح يقعد في بولندا هو الحكومه بتاعته عشان يشكلوا مجموعات حرب الشوارع، لان احنا مش عاوزين الحرب في اوكرانيا تخلص مع موت زيلينسكي، مش في مصلحه حد. فزيلينسكي ده لازم يتم اجلائه لبولندا، هم اللي شايفين كده. على فكره بالمناسبه بس احقاقا للحق، انا جيت قلت لك في حلقه قبل كده ان زيلينسكي ده هرب لبولندا، صح؟ كان ريبابليك وورد هو اللي كاتب الكلام ده. دلوقتي واشنطن بوست تقول لك لا ده هو مش عاوز يسيب
اوكرانيا لحد دلوقتي، والامريكان بيتحايلوا عليه ان هو يروح بولندا عشان الوضع الحربي في اوكرانيا زي الزفت والجيش الاوكراني خلاص يعني في النهايه، فبيتحايلوا عليه ان هو يجري على بولندا. ماشي، دي خطه الاجلاء. زيلينسكي مش عاوز، والغرب عاوز حرب شوارع باي شكل عشان يعرف يستنزف الجيش الروسي على قد ما يقدر، خلاص، لان هو هيدعم مجموعات المقاومه الاوكرانيه دي بكل انواع الاسلحه تقريبا بحيث ان هم يقدروا يسببوا خسائر في الجيش الروسي. فده حاجه. الحاجه الثانيه حاجه مهمة. حصل لقاء النهارده بين رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنت وفلاديمير بوتين. اللقاء ده لو جيت تبص هتلاقي ان اللقاء ده لقاء عادي، يعني عادي، رئيس وزراء اسرائيل رايح يقابل بوتين، ايه المشكله؟ هقول لك اللقاء ده مش عادي تماما. رئيس وزراء اسرائيل جاي يعقد هدنه بين روسيا واوكرانيا. ليه؟ الراجل ده وهو رايح قال للامريكان انا رايح، يعني قال لهم انا رايح اقابل بوتين، والامريكان قالوا له ماشي مفيش مشكله، امنوا على اللقاء ده. مش بس كده، ده قال فرنسا اللي هو ايمانويل ماكرون، وقال لالمانيا اللي هو اولاف تشولز. وبعد ما خلص اللقاء مع فلاديمير بوتين كلم زيلينسكي. خلي بالك هم بيكتبوا في ارتس بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاثنين رؤساء اليهود اللي في العالم هو زيلينسكي ونفتالي بنت فقط. فنفتالي بنت اتكلم زيلينسكي وظهر كده قال له مطالب بوتين او ايه اللي يحصل، ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، ما حدش بيقول ايه المصادر يعني. بس بعد ما كلم زيلينسكي راح على المانيا. دلوقتي هو موجود في المانيا بيكلم اولاف تشولز. الظاهر كده في مبادره للسلام بتقودها اسرائيل ومن خلفها امريكا. امريكا بعت اسرائيل عشان تفتح كلام مع الروس، ما يبقاش فيه كلام مباشر، يبقى فيه خط كده عن طريق اسرائيل. فالظاهر هيوصلوا لحاجه. في لقاء مع مستشار عسكري لوزير الدفاع الامريكي كان موجود في فوكس نيوز. الراجل ده فاجئني بوجهه نظر يعني انا مش مقتنع بيها حتى. الراجل اللي هو قاله ده انا مش مقتنع بيه 100%، بس هو الراجل بيفسر لك من وجهه نظره ليه بوتين عمل كده، او ليه بوتين قام بالحرب دي كلها، وبوتين عاوز يعمل ايه. هسمعك اللقاء ده وشوف وجهة نظر المستشار ده. على فكرة ده مستشار، يعني ده حد كبير، انا مش جايب لك حد اي كلام، لا ده مستشار امريكي. فبص وجهة نظره ايه وبص اللي هيحصل. Here is Colonel Doug McGregor, a former senior advisor to the Secretary of Defense. Thank you for joining us. Why do you think Putin is doing this? What is his end game? Well, Vladimir Putin is carrying through on something that he's been warning us about at least for the last 15 years, which is that he will not tolerate U.S. forces or their missiles on his borders, much as we would not tolerate Russian troops and missiles in Cuba. And we ignored him, and he finally acted. He was not going to allow Ukraine under any circumstances to join NATO. And what's happened now is that the battle in eastern Ukraine is really almost over. All the Ukrainian troops there have been largely surrounded and cut off. You have a concentration down in the southeast of 30 to 40,000 of them. And if they don't surrender within the next 24 hours, I suspect that the Russians will ultimately annihilate them. That's why Zelensky is meeting with Putin's representatives right now. The game is over. And he's going to have to negotiate the best deal he can get. And we've already told him, the President of the United States has, that if he opts for neutrality for Ukraine, we'll back him. And I think that Vladimir Putin will do that for Western Ukraine. That is the Ukraine beyond the Dnieper River. But behind it in the east, where he is now, I'm not sure what he has planned there, whether he forms another republic, annexes it into Russia, because historically it has been Russian. But the territory west of Ukraine is not. He knows that, and he's happy to live with that as a neutral state. I am not a military expert. I'm not even an expert on geography. But if he takes Ukraine and Ukraine abuts Poland, then he's going to have a NATO country abutting him. So if that's what he doesn't want, then isn't he going to just have to keep going until he runs out of NATO countries? I guess I should say it again. He has no interest in crossing the Dnieper and heading west to the Polish border. I think you're going to find from these negotiations he's quite willing to neutralize that territory on the Austrian or the Finnish model. Right now, Russia already touches Estonia and part of Latvia. White Russia, of course, touches Lithuania. He's not interested in going to war with us, and he has an army that's too small for that purpose. And he knows it. His economy is smaller than that of South Korea's. So this is not something that he's looking for. We are imputing to him things that he does not want to do in our usual effort to demonize him and his country. We need to remember that Ukraine is fourth from the bottom of 158 countries in the world as corrupt. Russia is perhaps three or four places above them.
This is not the liberal democracy, the shining example that everyone says it is. Far from it. Mr. Zelensky has jailed journalists and his political opposition. I think we need to stay out of it. The American people think we should stay out of it. The Europeans think we should stay out of it. And we should stop shipping weapons and encouraging Ukrainians to die in what is a hopeless endeavor. So when you say stay out of it, you mean no sanctions, no military aid, just let Russia take the portion of Ukraine they want to take? Yes, absolutely. I see no reason why we should fight with the Russians over something that they have been talking about for years. We simply chose to ignore it. And more important, the population there is indistinguishable from their own. You know, the thing that's so disturbing is that on the one hand, we will not send our forces to fight, but we are urging Ukrainians to die pointlessly in a fight they can't win. We're going to create a far worse humanitarian disaster than anything you've seen thus far if it doesn't stop. في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط ورب نصر مصر. تحيا مصر. سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني من الخلق اللي